أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرسل فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ مع أهم العناوين. نطالع في موقع الهيانات، مصرع إحدى عضوات مجلس محافظة بابل وإصابة نجلها وسائقها شمالي الحلة. ونطالع في المدى، أوامر قبض بحق 17 وزيرا و117 من الدرجات الخاصة والمدراء العامين. وفي موقع كتابات كركوك للأمم المتحدة، حكومة أربيل تحتجز أموالنا وتعتقل أبناءنا. نتصفح في الجزيرة نت الحريري، يقر بتراجع تياره ونصر الله يعلن الانتصار. ونطالع في العرب الجديد، حظر الأسلحة الكيميائية، تسلم مجلس الأمن نتائج تحليل عينات دوما خلال أسبوعين. ونطالع في القدس العربي، البيت الأبيض وفد رئاسيون سيحضر افتتاح سفارة واشنطن بالقدس. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة، تحطم مروحية عسكرية روسية في سوريا ومقتل طيارها. أهلا بكم، أسبوع واحد فقط يفصلنا عن موعد انتخاب نواب الشعب العراقي في البرلمان الجديد القديم، ويحلو لأصحاب الائتلافات والقوائم الكبيرة ولأصحاب بعض القوائم الصغرى أيضا أن يسموا ذلك الموعد بالعرس الديمقراطي. أما عن جهل بأصول الديمقراطية أو عن خبث أو تضليل مقصود، فللديمقراطية لوازم وشروط وطقوس وأصول أخرى لا توجد في العراق اليوم، ولن يكون لها وجود أبدا في المدى المنظور ما دام لدينا تجار سياسة لا يرون التخابر مع الأجنبي والقبض منه والعمل بإمرته وبشروطه ووصايته وحمل جواز سفره جرما مخلا بالشرف ينبغي أن يعاقب عليه. هكذا يرى الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال بصحيفة العرب اللندنية. وهنا نسأل، كم يبلغ عدد العراقيين بين آلاف المرشحين المكلفين من دولة مجاورة أو غير مجاورة والممولين من جهاز مخابرات عربي أو أمريكي أو أوروبي أو أسيوي أو أفريقي، والقادرين على دهس المرشحين الذين لا تحميهم دولة ولا يمولهم جهاز مخابرات، والمتمرسين بمهنة إغراق الوطن ومحاصرة المواطن باللافتات والمعلقات والمهرجانات والحفلات والزيارات والإكراميات والوعود؟ نعم، هناك بين الآلاف من المرشحين عراقيون شرفاء صادقون وأصحاب سجلات نظيفة غير ملطخة برشوة أو اختلاس أو استغلال وظيفة أو عمالة، ولكنهم لا يكادون يرون بالعين المجردة. ومن متابعة ما يجري هذه الأيام استعدادا ليوم الفصل، يمكن أن نتبين أن عراق ما قبل الانتخابات باق على حاله، وأن اللاعبين الكبار على الساحة العراقية باقون في مواقعهم سواء كانوا خلف الستار أو أمامه، مع تغيير سطحي في بعض وجوه الأتباع والمجندين لخدمة هذا الزعيم وذاك ومواقعهم وشعاراتهم. المتوقع أن تبقى سفينة العراق ما بعد يوم السبت القادم أبدا طويلا بلا حكومة فاعلة، إلى أن تتوصل القوى المتشابكة في العراق محلية وأقليمية وعربية ودولية إلى صيغة توافق على توزيع الحصص والمناصب والمكاسب والرواتب، وستعود اللعبة ذاتها من جديد بين أصحاب العملية السياسية المفصلة على مقاس كل واحد منهم بالقلم والمسطرة والفرجال، وستعود الجماهير الغاضبة إلى التظاهر من جديد والاعتصام ولكن دون مجيب. بعد أيام قلائل يواجه شعبنا مصيره مرة أخرى في امتحان عسير من خلال انتخابات زائفة هي الرابعة في تاريخه بعد الاحتلال، وإذ لم يحسن التصرف جيدا فيها ويتخذ الموقف المطلوب، وإذا كانت الانتخابات السابقة قد جلبت له قسوة الحياة وشظف العيش، فإنما هم مقبلون عليه إن لم يتخذوا موقفا مسؤولا فإنها ستطحنهم طحنا هذه المرة
فلقد تجذر الفساد وتغول، وبات جميع من في المشهد بحكم الخبرة والتجربة والغريزة قادرين على التلون والغش والاختباء. وإن بقي هذا الشعب ينظر إلى حاله وكأنه ليس حاله، فإننا ماضون مرة أخرى إلى نهايات سائبة لا يمكن التنبؤ بخواتيمها أبدا، بحسب الكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي. هنالك حاجة ماسة إلى ميلاد يوم جديد تهدر فيه أصوات الغاضبين والجياع والمحرومين والمهمشين والمقصيين. فالحالة العراقية التي تجذر فيها الفساد والظلم وانعدام القانون والمساواة والحقوق ليست بحاجة إلى أصوات تنفجر ثم تمتصها رتابة الظلم وتعود من جديد إلى حالة الخنوع. ما أنتجته العملية السياسية وما جلبته حالة الغزو والاحتلال لا يمكن تغييرها بأصوات فردية واحتجاجات فئوية أو حزبية. كما أن الشعوب الحية لا تخرج محتجة من أجل تبليط الشارع أو المطالبة بزيادة ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي، بينما يغرق الوطن بالفساد وانعدام السيادة. إنما يجب الإشارة إليه هو أن 15 عاماً الماضية لم تفرز بناءً قوياً يقف في وجه العملية السياسية القائمة. صحيح يمكن الإشارة إلى هيئة علماء المسلمين في العراق كنموذج فريد في البناء المقاوم. الهيئة لم يتغير خطها البياني نزولاً باتجاه تبني الحالة الراهنة والقبول بها، لكن على الرغم من كثرة مبادراتها التي صاغتها لتوسيع دائرة هذا البناء ليشمل أطرافاً أخرى، أصر الآخرون على البقاء ضمن أطورهم الضيقة، ما أفقد العراق فرصة ذهبية لتحقيق شيء ملموس باتجاه التغيير. لقد تبدد الكثير من الوقت والجهد والأموال والأرواح والمستقبل على مدى 15 عاماً، والمطلوب مواجهة لعبات الانتخابات بموقف واضح وذاكرة حية. عندها سيبرز العقل الذي هو وحده من يقودنا إلى القرار الصحيح والموقف الشجاع. وإن أول خطوة تقودنا للتخلص من الوضع الراهن هو أن يعود العراقيون إلى إيمانهم بأنهم شعب واحد وليسوا مجموعة طوائف وقوميات. هذه الخطوة حقيقة ستمدهم بالقوة والثقة بالنفس، ما يجعلهم يترفعون عن كل السلبية التي مارسوها أو التي فرضت عليهم فرضا. هذا الدفء المتصاعد من الشكوك والمخاوف من حدوث تلاعبات في العملية الانتخابية له ما يبرره. ما يسوغ هذه الشكوك والمخاوف أن عمليات الانتخاب السابقة البرلمانية والمحلية سواء بسواء شهدت جميعا خروقات وانتهاكات. هذا أمر ثابت برغم النفي المتكرر المعتاد من إدارات المفوضية السابقة. وما يسوغ هذه الشكوك والمخاوف أيضا أن هناك معلومات تفيد بإمكانية اختراق النظام الإلكتروني الذي ستعتمده المفوضية في العد والفرز في الانتخابات الوشيك. ومن الثابت أنه لا يوجد نظام إلكتروني غير قابل للاختراق عن تزوير الانتخابات، كتب عدنان حسين مقالا في صحيفة المدى. القوى المتنفذة الطامحة إلى البقاء في السلطة هنا في العراق برغم فشلها الذريع في إدارة الدولة والمجتمع لأكثر من 10 سنين لن تكف عن السعي لتزوير إرادة الناخبين مثلما فعلت في الماضي، وذلك بمساعدة المفوضيات السابقة وأجهزة أخرى في الدولة. والمعلومات المتداولة الآن عن طرق وأساليب فنية متطورة للاحتيال والتزوير ليست من دون أساس، ويتعين على المفوضية العليا أن تأخذها في الاعتبار وأن تحملها على محمل الجد والاكتراث. عليها حسبان كل الاحتمالات ووضع ما يلزم لمواجهة كل احتمال، وعليها إصاغة السمع للشكاوى والاعتراضات المحتملة على نتائج الانتخابات بعد الإعلان عنها. بأم العين نشهد الآن تجاوزات خطيرة على العملية الانتخابية، فثمة عمليات تسقيط شنيعة، وثمة تجاوزات على قانون الانتخابات والنظام الانتخابي، وثمة اعتداءات على المرشحات والمرشحين ولوحاتهم الدعائية. بل وصلت هذه الاعتداءات إلى حد اغتيال أو محاولة اغتيال بعض المرشحين. القوى التي ترتكب مثل هذه الممارسات لن تتورع أبداً عن السعي لتزوير نتائج الانتخابات إلكترونياً هذه المرة بالتحديد، مثلما كانت تزور يدوياً بحسب الكاتب.
ليس غريبا ولا مستغربا أن تماطل الأحزاب السياسية حيتان السياسة وتعرقل تشريع قانون الانتخابات وتعديله، وأظهرت النية الحقيقية في أسلوب المراوغة الذي اعتمدته لإفشال أي جهود تنصب في مضي تعديلاته، لأن القانون مصمم في الأساس لحماية الحيتان الكبيرة المستقلة للانتخابات من ضمن الأحزاب والكتل الكبيرة، وهي ليست مستقلة بحسب الكاتب شاكر كريم بالأحرى شاكر كريم عبد في مقال نشرته صحيفة الزمان العراقية. إن تشكيل هذا الكم من الأحزاب الصغيرة وانخراط أعداد من المرشحين الذين لديهم ثقل عشائري في مناطقهم وإعطائهم تسلسلات في ذيول القوائم لا يخدمهم، وإنما يخدم الوجوه الكليحة والفاسدة التي بالتأكيد ستستفيد من هذه الأصوات التي ستجير بما لا يقبل الشك لصالح رئيس القائمة أو التسلسلات التي تليه من النواب الفاشلين والفاسدين ومثيري النعرات والمشاكل وافتعال الأزمات طيلة الدورات السابقة. ويقينا فإن هذه الأحزاب والكتل حيتان السياسة وعقاربها قد تعاملت بالسلبية والانتهازية داخل قمة البرلمان بشكل مغير عن حديثها على وسائل الإعلام لاستغفال المواطن بسياسات وأفكار ظاهرها عسل وباطنها علقم، فهي تعرف تماماً مدى حجم ثقلها المتدني في الشارع العراقي اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبهذا التصرف والإصرار الخاطئ حاولت الإيحاء للناس بأن موقفها نابع من قناعات الناس، مع أن الهدف الأساسي نابع من خوفها المتزايد أن تسقط في امتحان الانتخابات القادم بالفوز بثقة الناخبين وعدم قدرتها على التكيف مع المتغيرات الحاصلة اليوم في الشارع العراقي. وفق منطق سنخرب الملعب ونقلب عالي هواطيها وسنجعل صناديق الاقتراع تتكلم بالبندقية والتفجيرات والكواتم وسنحول صناديق الاقتراع إلى حاويات لجمع أشلاء القتلى، هكذا يهددون بدعاياتهم الانتخابية وبشكل مبطن، ولكنه مفهوم من عامة الناس نتيجة فهمهم الخاطئ للديمقراطية المرتبطة بالانتخابات والمناصب. بغض النظر عن مواقف العراقيين المتذبذبة اليوم إزاء هذه العملية الانتخابية المحاطة بالزيف والمخادعة والأكاذيب، فإنها فاتحة مخاطر كبيرة مثل ماراثون صعب يشترك فيه قرابة 10,000 عراقي وعراقية من الساعين إلى السلطة في نظام حكم سياسي مهترئ تماما ويبدو واضحا أمامنا اليوم، وخصوصا من لديه الحكم والحلم والتفكير والعقل متسائلا ما نوعية هؤلاء المتصارعين من أقطاب الكتل السياسية وأتباعهم، فالكل يتسابق من أجل السلطة والجاه والمال والاستفادة والمصالح الشخصية. إذا أحسوا بطعم الملايين رجالاً ونسوة بحسب الكاتب سيار الجميل في صحيفة العرب الجديدة. أغلب المرشحين التابعين للكتل والأحزاب يتقافزون كالضفادع من هنا إلى هناك بلا مبادئ ولا قيم ولا أي ثوابت، مما يعني أنه سباق محموم من أجل المصالح الشخصية، وسيكون جلوسهم كالدمى في البرلمان المقبل. وكم هي المساومات حول تسلسل هذا أو ذاك، المليارات والملايين تصرف من هذا وذاك في هذا الماراثون الانتخابي من أجل الفوز، ولم يوجب أي منهم عن مصادر هذه الأموال، إنها أموال منهوبات أو سرقات واختلاسات أو منح من دول معينة. هلوسة وهستيريا وجنون الدعايات الكاذبة في الشوارع والميادين وشاشات الفضائيات وحتى في المقابر، وهي دعايات سخيفة تثير السخرية والقرف مع الصور الكالحة والإعلانات البلهاء. وجوه إعلاميين متخلفين أو متعصبين طائفيين أو جوقة، وقد انضموا إلى هذه المهزلة الكوميدية التي ترعاها مفوضية يشك في أمرها أغلب العراقيين، كونها انبثقت بترتيب ماكر من الأحزاب الدينية الحاكمة. الكاتب يضيف: كارنفال غير نظيف أبداً يعيشه العراقيون هذه الأيام، وتمثل في هذا السيرك أجناس ممن يسعون ليكونوا جوقة جديدة في منظومة الفساد والنهب والخراب، هذا الفساد الذي صدع رؤوسنا، الذي سحق العراق وأهله ودوخنا المسؤولون بالقضاء عليه كذباً، فهم جميعاً حيتان فساد،
وقد جعلوا العراق عاريا وصلبوه وأجلسوه على مسامير حادة في تنور مسجور وكلام مبهم تطلقه المرجعية الشيعية العليا، وكل يفسره على هواه من دون أي محددات وضوابط، ولا أعتقد أنها غافلة عما يفعله السفهاء والظالمون، والعراق ليس حقل تجارب للفئران. لماذا طرح فجأة خيار إرسال قوات عربية إلى شمال شرقي سوريا ثم اختفى من التداول؟ وهل هو مشروع قابل للتحقيق والتحقق؟ وأي تأثير له في المنطقة المحددة وفي مجمل الوضع السوري؟ هذا هو سؤال. وأي تداعيات يمكن توقعها في ضوء التوترات الإقليمية والخلافات العربية العربية؟ أسئلة طرحها الكاتب عبد الوهاب بدر خان في مقال بصحيفة العرب القطرية. أعادت إدارة دونالد ترامب إحياء المشروع بصيغة جديدة تبرز الهدف نفسه، أي الانسحاب، ولعلمها بأن الجانب العربي كان اشترط بقاء الأمريكيين ليشارك بقوته، فقد دعته في المقابل إلى تحمل التكاليف المالية للعملية. ويبدو أن النقاش توقف عند هذه النقطة من دون أن يتضح تماما إذا كانت الفكرة جملت أو طويت أو لا تزال على الطاولة. ورغم أن الانسحاب الأمريكي بقي في النقاش العام بين من يؤكده ومن ينفيه ومن يؤجله، إلا أنه لم يؤخذ دوليا وإقليميا على أنه استحقاق وشيك. وأكثر المصادر علما يقول إن ثمة تطورات مطلوبة مسبقا لتسهيل حصوله، منها أولا التأكد من أن تنظيم الدولة ضعف ولم يعد يشكل خطرا، ومنها مثلا تفاهمات أمريكية روسية في شأن الدور الإيراني وشكل الحل للأزمة السورية، أو على الأقل بالنسبة إلى الوضع المستقبلي لشمال سوريا، ومنها أيضا التعويل على عملية أو عمليات إسرائيلية لتقليص الوجود الإيراني خصوصا العسكري. كاتب يضيف: إذا دخلت قوات عربية بإرادة أمريكية أو بإرادة التحالف فحسب، فإنها قد تجد نفسها في وضعية صراعية مع هذه القوى الفاعلة التي تعتبر أنها حسمت الوضع ميدانيا وحققت انتصارات تريد أن تستثمرها في المرحلة المقبلة. ومن حيث المبدأ فإن المصلحة العربية الوحيدة هي في إرسال قوات لضمان الحل السياسي أو التورط في صراعات على الأرض والاضطرار لعقل تسويات خاصة لا جدوى منهما. بعيدا عن السياسة، استطاع مسن تركي من تطوير حذاء شتوي ذكي يمكنه تدفئة القدمين بواسطة جهاز قابل للشحن. ويتميز الحذاء بأنه مزود بجهاز تدفئة قادر على تدفئة الأقدام لمدة تتراوح بين 4 و8 ساعات دون قيود في حركة الشخص، ويتيح له إمكانية المشي والجري بأريحية تامة. وقال جعفر باران البالغ من العمر 72 عاما في حديثه لوكالة أنباء الأناضول، قال إنه استطاع تطوير الحذاء بعد جهد استمر لثلاث سنوات ونصف، مشيرا إلى أن الدعم الأكبر تلقاه من زوجته المصابة بمرض السرطان، ولفت إلى أن الحذاء يتميز بأنه أخف وزنا من أمثاله في أوروبا، وأن بطارياته يمكن أن تعمل لمدة 8 ساعات. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.